اسلام ايوب اسلام ميسي أيوب وينك؟ أيوب؟ أمسيه هذا السريري بعثتهم لي على الجيميل، أي رافق لكم حضروا هذايا، أي أنا نحضر بك السيسي نتاعي يبعث عليهم في المستوى هو؟ أي مضطرين نزيد نصغر به نبدأ بهذا. إذا بالنسبة لل بقراءة الرسم حدد إحداثيات النقطتين A و B. طبعا كل نقطة معرفة بفاصلة وترتيبة. إذا فاصلة A قديش لهنا؟ صلت A أربعة. أربعة. إذا الفاصلة تقرأ على محور الفاصلات، أو إي هو محور الفاصلات، أو جي محور الترتيبة. هذوما راهم عم جاي في البريمرانية مش عارف تقرأهما. إذا أربعة والترتيبة هي واحد. ثم البي هاي الفوق لهنا. إذا كم فاصلة النقطة بي؟ فاصلة النقطة بي كم؟ بي خمسة صفر. لا صفر. كيفاش نطلعوا الفاصله نحن؟ شوف لنا يا باش نبدل اللون باش يرموني. لكي نجد الفاصله نسقطها على محور الفاصلات هكذا. اذا ونقرا العدد اللي لهنا. ولايجاد الترتيبه بكل بساطه اسقطها على محور الترتيبات فاجد واحد. اذا بي النقطه الفوق هي بي عندما اسقطها على محور الفاصلات نجد صفر طبعا. والترتيبه هي يعني بطبيعتها موجودة على محور الترتيبات، جس نقرأ العدد هذاك. عندي جي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ترتيبة النقطة ب خمسة. نستغلوا الحكاية هذه باش نشوفوا ما هي إحداثيات النقطة أو اللي هي أصل معين. طبعا هي صفر صفر النقطة أو. بالنسبة للنقطة إي فاصلتها واحد وترتيبتها صفر. وبالنسبة للنقطة جي فاصلتها صفر وترتيبتها واحد. إذا كما تلاحظون الـ E و G عكس بعضهم. لتكن E مناظرة A بالنسبة إلى G، تناظر مركزي هو طبعا هذا. إذا الله أخبر من آخر. إذا E مناظرة A بالنسبة إلى G، يعني نربط A بجي و
نستعمل البركار، نستعمل البركار، ناخذ طول البعد جي ا وناخذ من الجهه الاخرى ونحدد يعني قوس دائري هكذا لكي نجد النقطة شنو سماها هو أ، لكي نجد النقطة أ. إذا أ هنا بالنسبة إلى جي، حدد إحداثيات أ، شنو رأيكم؟ كم يساوي إحداثيات أ؟ ها؟ الفاصلة والترتيب نتاع أ قد الفاصلة الفاصلة نتاع جي ناقص ناقص أربعة، أي والترتيبة ترتيبة واحد، والترتيبة أيضا واحد. لهنا نذكركم بحاجة، هو أنا حال مستغرب شوي أنا كيفاش البروف جبد على تعيين في المستوى، يعني أون برانسيبي يركز على حاجات أخرى. المهم نسألكم حاجة، درس الإحصاء قريتوه ولا لا؟ إي قريتوه، يقول لي زرب فيكم زرب شوية أيضا، خاطر البرنسيب ياخذ وقت. هو نحن ما قريناهش. أنتم ما قريتوهوش الشهادة؟ لا مسيو. ما هو في البريمرانية يتقرر هو درس الإحصاء، ولا من السابعة أساسي حتى للرابعة ثانوي، يعني للباك كل الشعب برسك نقراه. وبطبيعة ما نحكيوش على الإيكونومي على اللاتر، ولكن إيكونومي أنفو سيونس مات، فهمتني؟ يقرأوا كلهم درس الإحصاء. وعام الجاي درس الإحصاء اللي خريتوه السنة باش تعاودوا تقراوه هو نفسه في السنة أولى ثانوي، ماهوش باش يزيدوكم حتى معلومة، جوست معناها سيتم ترجمته فقط، باش يترجموه للفرنسية هذيك هي الحكاية. باهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. لهنا نحب نقول حاجة، كلمة اللي قلنا أو مناظرة أ بالنسبة إلى جي، أيضا يمكن أن نقول أن أو مناظرة لحظة بركة مناظرة أ بالنسبة لمن؟ شنو رأيكم؟ بالنسبة للمستقيم أو جي اللي هو محور الترتيبات. إذا أ و أ كل نقطتان متناظرتان بالنسبة لمحور الترتيبات، إذا لهما نفس الترتيبة وفاصلتان متقابلتان، وفاصلتان متقابلتان. شاهد أنت تقرأ مع أيوب في الدكلاسة؟ لا مسيو. البروف قال لكم عشان بيجي دوار ولا؟ لا مسيو مازال ما قلناش. وقتاش؟ مش نهار اثنين دوار بتاعكم أنتوما؟ أي مسيو نهار اثنين. أي نهار اثنين مش مازال عليها نهارين ولا ثلاثة نطوى يعني. إذا النقطة أ كل ما نلقى نقطتان متقابلتان بالنسبة لمحور الفاصلات بالنسبة لمحور الترتيبات إلا ويكون عندهم نفس الترتيبة، يعني أ وأ عندهم نفس الترتيبة، نفس الترتيبة، ترتيبة أ هي واحد، إذا ترتيبة أ هي واحد، والفاصلتان متقابلتان هذه أربعة، إذا هذه ناقص أربعة. باش نحاول نزل فيه التمرين هذا شوية، نحب نمشي نشوف حاجات أخرى. بهي لتكون عشوة، أحسب الأبعاد AG، بدل اللون هنا AG، شنو رأيكم AG كم يساوي؟ البعد AG، هاي النقطة G، هذه البعد هذا يساوي AG، عندكم المعلومة ولا لا شباب؟ لا مسيو. AG أجي تساوي، لو ناخذ وحدة هي هذه، الوحدة هي هذه. ها؟ وحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، إذا أجي يساوي أربعة. لا نكتب سنتيمتر. أكرر، لا نكتب سنتيمتر، لأن ما نعرفهاش. لأن لهنا ما خذيتش، مش ما نعرفهاش، لأن لهنا الوحدة ما خذيتهاش سنتيمتر. الوحدة خذيتها كروم تاع الراس. إن كانت الوحدة، شوفوا الملاحظة الشفوية هذه. إن كانت الوحدة اللي ناخذها هي 2 سنتيمتر مثلا، ويقول لك احسب AG، إذا تكتب AG يساوي 4 وتكملها لهنا في 2، يقولوا 4 ماذا؟ 4 وحدات، ولكن كل وحدة طولها 2 سنتيمتر، إذا تصبح AG يساوي 4 وحدات ضرب 2، لأنه كل وحدة طولها 8 سنتيمتر، وطبعا نكتب 8
cm يعني سنتيمتر. فهمتوا الملاحظة الأخيرة ولا لا؟ أي مسيو. مسيو نجم نحط أج تساوي OE في 4؟ أي صحيح صحيح 100% OE في 4. لأن ذاك علاش احنا اثنين هذه منين جات؟ يعني هي طول OE لا يعني في حالة اللي OE ياخذها 2 سنتيمتر. دونك نفسخوها هذه ماهيش يعني ولي غالطة في التمرين بتاعنا، ولكن نكتب أج بالنسبة لهذه الوحدة، لم يحدد الوحدة هنا، استعمل كروات الكراس، نكتب أج يساوي 4 فقط. شنو رأيكم في البعد بي جي؟ البي هي الفوق هنا وهذه الجي، كم يساوي البي جي؟ هي واضحة عاد، واضحة، قديش من وحدة البي جي يهديكم؟ ما تخلونيش أنا عاد نجاوب عاد، هاي. قديش من وحدة من بي إلى جي؟ كم من وحدة؟ 5. لا مش 5، بي جي مش بي أو، مش البي أو، كان جات من بي إلى أو 5 وحدات، ولكن بي جي يساوي 4. 4 ولا 4 فقط. باهي شوفوا أحلاها الحكاية. دونك هذه طولها 4، هذه طولها 4، ومن بعد شنو قال؟ قال احسب البعد AB. كيف سنحسب البعد AB؟ عندكم فكرة ولا لا؟ إياد شاهد شاهد مانيش أسمع فيك. أيوب معانا ولا؟ أيوب؟ بارا أنا قلت معانا باش نشوف نسمع صوتك ولا يقول جيش المشكلة من عندي في الإنترنت. لهنا سنستعمل نظرية بيتاغور طبعا. هذا المثلث ABG قائم الزاوية، باش نكتب عن الإصلاح لهنا ABG قائم في G، إذا حسب بيتاغور الوتر طبعا اسمه AB، إذا يعطيني AB قوة 2 يساوي الضلع القائم الأول قوة 2 يعني جي آ قوة 2 مع الضلع القائم الثاني اللي هو اسمه جي بي قوة 2، يعني آ بي قوة 2 يساوي جي آ وجي بي، جي آ وجي بي كلهم يساوي 4، إذا 4 قوة 2 16 مع 16 أيضا 4 قوة 2 يساوي 32، إذا البعد AB يساوي جذر 32، طبعا يمكن كتابته جذر 4 في 16 في 2، إذا جذر 16 في جذر 2، وطبعا هنا جذر 16 هو 4، إذا 4 جذر 2، إذا AB هذا طوله 4، أي حطيته على الرسم 4 جذر 2. مش عملت. هل يوجد سؤال قبل أن أمر؟ لا مشي واضح. باهي اللي وراك عملت كابتور ديكران، طلبت لكم جيست بعد الحصة إن شاء الله. مش تقرأوا العشية بعد عند سعادة الإنجليزية في بالي هكا ولا؟ أي مسيو. والبارح خليته عند مدام رفا؟ لا مسيو امبارح ما نقراوش. صابرين ولا شكون؟ نهار الثلاثة مسيو قرينا عند مدام صابرين. حضروا صحابك الكل ولا لا؟ أي مسيو حضروا. إذا أحسب الأبعاد أ جي وبي جي سيء، أحسب أ بي سيء، ابني إف صفر ناقص 5، صفر الفاصلة صفر ناقص 5 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5، إذا هذه النقطة F، وبين أن G منتصف بF. عادة باش تطبق القاعدة هنا، عادة تذكير شوفوا معي هنا، إن كانت K منتصف قطعة مستقيم MN بصفة عامة،
هذا يعني أن فاصلة ك يساوي مجموع الفاصلتين على 2، يعني XM مع XN على 2، ولدينا أيضا ترتيبة ك يساوي ترتيبة M مع ترتيبة N على 2. هذه القاعدة. يعني لهنا إذا جاني نهار قال أثبت أن ك منتصف قطعة مستقيم M N، يكفي أن نقارن بين XK و XM مع XN على 2، كلقيتهم متساويين ونلقى زادة لجريك ك متساويين، هذا يعني أن ك منتصف قطعة المستقيم M N. السؤال هنا قال أثبت أن G منتصف بF، دونك لدينا ليك جي كم يساوي ليك جي فاصلة جي؟ جاوبوني. قداش فاصلة جي؟ حد فيكم يعرف ولا نقري في روحي ولا كيف يشتغل؟ شاهد معنا أيوب. قداش فاصلة جي يا أيوب؟ فاصلة جي واحد. ثبت. فاصلة، ما قلتش ترتيب. الفاصلة تسقط النقطة على محور الفاصلات، تسقطها عموديا يعني. صفر. صفر فوالا. إذا إكس جي يساوي هنا صفر. نمشي نحسب، إكس بي مع إكس إف على 2. إذا الإكس بي هي صفر مع إكس إف أيضا صفر على 2 يساوي صفر. إذا ماذا توصلنا؟ توصلنا أن إكس جي يساوي إكس بي مع إكس إف على 2. مازال توا الليجريج والليجريج جي يساوي كم؟ قداش الليجريج جي؟ يعني ترتيبة جي كم؟ واحد. واحد. نمشي نزيد نحسب. ترتيبة بي مع ترتيبة اف على 2. إذا ترتيبة بي كم؟ خمسة. ترتيب دي بي خمس. سؤال شو هو؟ أثبت أن جي متصل بـ F. الـ F هنا فما حكاية. طيب أقرأ معايا أيوب، قديش هذه؟ الـ F صفر قديش؟ ناقص خمس. لا غلط. لا غلط. بس هي قال لنا يصلحوها في القناة. ناقص ثلاثة تجي. نقص ثلاثة. قال أنا نقص ثلاثة صلحوه. نقص ثلاثة. يعني الإف مش غادي. الإف لهنا. هنا. به. إذن إجريج بي ترتيبة بي هي خمسة. مع إجريج إف نقص ثلاثة على 2. دونك يساوي طبعا خمسة مع نقص ثلاثة يساوي 2. 2 على 2 يساوي 1. بلاش عندي لهنا، توصلت أن إكس جي يعني نقصد بها ترتيبة جي يساوي فاصلة، لو سمحت فاصلة جي يساوي مجموع الفاصلتين يعني إكس إف مع إكس بي على 2، ووجدنا أيضا ترتيبة جي يساوي مجموع الترتيبتين لإف وبي يعني إيجريك إف مع إيجريك بي على 2. هذا يمكننا قول ماذا؟ نستعمل القاعدة هذه أن جي منتصف قطعة المستقيم بي اف. فوالا. هذا يمكننا من قول أن جي منتصف قطعة المستقيم بي اف.
نعمل كابتير مرة أخرى وثم أنفصل اللي موجود كل عشان نجم نوصل. إذا نحسب البعد AF، كيف نحسب البعد AF؟ شو رأيكم؟ هذا البعد AF كيف نحسبه؟ AGF. نعتبر المثلث AG F. إذا مش نأخذ مثلث AGF، مش نستعمله فيه السيد بيتاغور. يا احمد غل مل علي ايش تقول هنا شو اسم الوترس على هنا اسمه اي اف اف هو الوتر دونك اف قوه 2 استمعوا اليك يلا جي قوه 2 مع جي اف القديره من راس القائم افضل جي ا قوه 2 مع اف قوه 2 يساوي اذا جي ا احنا حسبناها قبليك 4 4 قوه 2 مع جي اف قداش جي اف قداش جي اف أربعة ايضا اذا أربعة قوة اثنين أربعة قوة ستاش مع ستاش يساوي 32 اذا اف يساوي جذر 32 كالعادة هنا 32 تكتب 16 في 2 دونك تصبح الـ AF جذر 16 في جذر 2 ولكن جذر 16 هو 4 4 4 جذر 2 فعلا نستنتج أن ABF مثلث قائم ومتقايس أرض العين متقايس أرض العين سؤال جيم هذا الأسلاح نتاعه لنا لدينا AF يساوي AB حسبتها قبليك A ايش نعمل يساوي AB فوالا اغزروا لهنا AF لهنا لقينا 4 جذر 2 والاخرى AB هذه كتبتها لهنا يعني على الصوره 4 جذر 2 دونك AF يساوي AB لهنا ضمننا ان المثلث متقايس الضلعين كيف نبين انه قائم الزاويه شو نعمل كيف نبين أن هذا المثلث قائم الزاوية؟ ماذا نستعمل؟ شنو رأيكم ترى؟ كيف نبينه قائم الزاوية المثلث هذا؟ عندكم فكرة ولا تفاعلوا معايا يا شباب؟ ما تضربوش النوم إذا ما تعرفوش قولوا ما نعرفوش باش أنا نقدم أما هكا ما نعرفش معناه ما ندريش عليكم يا ترى معايا في الحصة ولا لا؟ معايا يا جماعة ولا لا؟ أي مسيو كيف نبين أن هذا المثلث قائم إذا ما تعرفوش قولوا ما نعرفوش عكس هذه الطريقة الأولى انتبهوا مليح الطريقة الأولى ممكن أن نستعمل عكس نظرية بيتاغور عكس نظرية بيتاغور هاي الطريقة صحيحة نستعمل بها ركزوا مليح نمشي نحسب كل ضلع قوة 2 قبل ما نبدأ نحكي على نظرية بيتاغور خليني نقول لكم كلمة مهمة ياسر وراني مش ديما النجم نستعمل عكس نظرية بيتاغور من نجم نستعمل عكس نظرية بيتاغور الشرط الأساسي هنا اللي أنا ثلاثة أضلاع نعرف أطوالهم سمعتوني ولا لازمني الأربعة أضلاع نعرف أطوالهم نعرف ضلعين بركة إذا لا يمكن أن نستعمل عكس نظرية بيتاغور ولهنا نعرف ثلاثة أضلاع نعرف يا سيدي نبدأ بـ AF قوة 2 اللي هو لقيناها وين هو؟ نشوف هنا ديركتوم اف هو جذر 32 والا هاي اف قوة 2 يساوي 32 الاب نفس الشيء قبليك كي نحسب في الاب نلقاه جذر 32 قوة 2 يساوي 32 ديجا هاي مكتوبة لهنا 4 جذر 2 حتى لو تعمل 4 جذر 2 قوة 2 بتلقى 32 باهي ايش بالزين؟ بي اف
قوة اثنين. قديش البي اف؟ قديش البي اف طول؟ ثمانية. ثمانية قوة اثنين 64. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن بإف بإف قوة 2 اللي هي 64 يساوي 32 مع 32 يساوي AB قوة 2 مع AF قوة 2. هكا راهو تطبيق عكس نظرية بيتاغور. يقول لك حاجة أخرى راهو غلط. راهو غلط، أنا نأكد لك. واضح؟ هكا لازم نحسب كل بعد قوة 2، مش كل بعد، لا، لازم كل قب وكل بعد قوة 2. وقتاش النجم تعمل عكس نظرية بيتاغور؟ نذكر بالشرط انه ثلاثة اضلاع يكونوا معروفين، وعند تطبيقها يجب ان نجد بعد قوة 2 يساوي مجموع الاخرين قوة 2. اذا لهنا نقول له حسب مش بيتاغور عكس بيتاغور المثلث قائم الزاوية. نشوفوا لهنا A B A F، الحرف الذي يتكرر او الرأس الذي يتكرر هو A. اذا المثلث حسب عكس نظرية بيتاغور المثلث A B C متقايس الضلعين وقائم الزاوية في A. معايا؟ اي ممتاز. باهي. الطريقة الثانية لكي نبين أن هذا المثلث قائم، قائم على خاطر متقايس الضلعين له واضح، AF يساوي AB، AF يساوي AB، ضمننا اللي هو مثلث متقايس الضلعين. وين قاعدة المشكلة؟ قاعدة المشكلة كيفاش نبينه قائم. لهنا لدينا جي منتصف بي اف، جي منتصف بي اف، إذن جي بي بما انه منتصف يساوي جي اف. لا يراح. لحظة بركة، لحظة. إذا بما أنه جي منتصف بي إف، إذا جي بي يساوي جي إف يساوي أيضا جي أ، كلها في الأربعة حسبناها قبليك، يساوي جي أ. إذا ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ أن منتصف أحد الأضلاع في هذا المثلث A B F منتصف أحد الأضلاع شبيه متساوي البعد عن رؤوسه الثلاث، وهذا يمكننا أن نقول أن المثلث قائم الزاوية في A. الطريقة هذه منسية يعني متلام ده يعني ما هيش معروفة، ولكن هي تحل لنا برشا مشاكل. إذا أعيد، أبش نقولها شفوي، منتصف إن كان في مثلث ما منتصف احد اضلاعه، احد الاضلاع، مازلت ما عنديش الحق نقول منتصف الوتر، ما عنديش الحق نقولها، على خاطر نحب نتوصل الى ان هذا المثلث قائم الزاويه. ما نستعمل كلمه وتر الا ما نعرف اللي هو قائم، ولكن هنا انا في طور البحث قاعد نبحث، ما زلت ما نعرفش عليه قائم ولا. اذا اعيد، في هذا المثلث ABF منتصف احد اضلاعه ايش به؟ متساوي البعد عن رؤوس المثلث الثلاث. إذن المثلث ABF قائم الزاوية في A. فهمتها؟ وإلا نعاود. طيب. حاب نمشي شوي مقارنة نكتفي بهذا القدر. لحظة الله يخليكم معنا. مش لازم. به ليش نوم هذا؟ هناك تمرين مقارنة عندكم أحسن. أحمد أنت تقرأ مع أيوب. إي إي. السيريات هذه مدها البروف. الله تخدم السنية بركة.
هذول الإصلاح يعني ليش بعثتهم لي؟ حاسب اللي نونسية. يا شباب بوقع عندكم تمرين الأولاني صلحتوهم على البروف انتوما هذه خدمت هاي اختاروني من الأولاني طبعا نشيلهم بعد نزيد نفسروا أكثر خدمت تمرين بي. عدد اثنين كلهم طبعا البروف مدى بعطيه عبارة على دوبارة على ميزان قولوا نحن برض منزلي هاي مش برشا مش خليكم وقتنا دقيقتين ثلاثة ونرجع ياخد مو شوي
السلام عليكم وعفوا على النت. صراحة عاد ترجع الورقة اللي فات كان فيها. أي هاي رجعت. لما شو حساب ثاني عندي سؤال فيه. أحمد عايش ولدي. ديما صوتك يوصل لي ضعيف راني نبدأ نسمع فيك بس علي على قد ما تنجز. عادي ترجع الورقة الأخرى اللي كان فيها حساب ذهني. حساب ذهني؟ هي ذاك اللي مديتها قبل هذه. استنى خلينا نشوف هذه هكا هذه ولا اللي كنا نصلحه فيها؟ ذي اللي كنا نصلحه فيها؟ أي ذي لا ذي. هذه هي عاد انا قلت لكم اكزرسيس 2 عاد هذا يتو صلحوه مع بعضنا فهمت يعني. في بالي اما اول سؤال باهي عاد نبدا نصلح لكن ما نعرفش كيفاش نعمل هاي باش نصلح بسم الله ركزوا معي باهي خذ لحظه هاي هذا بصير هذا هاي باهي اي واضح قول لي كيسيون ان اوكي هو باهي او بي عددين مقلوبان شوفوا لهنا ركزوا معايا جماعة الكل ركزوا معي لهنا الاكزرسيس هذايا الكوشيام اختر الإجابة الصحيحة راه ما فماش ما أسهل منه أما في نفس الوقت يعني ما يجد جازة الحكاية كان أنا عندي طريقة علمية باش ننجم نحل بها التمرين أهو كان نستعمل أكد الطريقة العلمية هذيك ما عنديش الطريقة العلمية نجرب نعمل تجربة ناخد A و B عددان مقلوبان سالبان كي يقولوا مقلوبان سالبان كيما حالة برقة ناقص ثلاثة هذا سالب والمقلوب متاعه قداه مثلا هذا بركة هذا ناخذ A يا ربي ناخذ A مثلا ناقص ثلاثة و B المقلوب متاع ناقص ثلاثة قداه هذي جايبوني يهديكم مقلوب ناقص ثلاثة قداه قابل واحد على ناقص ثلاثة مقلوب ما قلتش مقابل مقلوب واحد على ناقص ثلاثة وإلا ناقص واحد على ثلاثة الناقص هذا نجم طلعه لفوق يا سيدي إيش قال الاقتراح الأولاني قال قوة اثنين أصغر من واحد يا ترى لهنا بشرطه إنه قوة اثنين أصغر من واحد ناقص ثلاثة قوة اثنين قداه؟ ناقص ثلاثة قوة اثنين تسعة ما هيش أصغر من واحد هذا إليميني هكا يخدم الكوسية باهي لهنا المشكل فيه شنو اللي فما بعض التلامذة شنو يعمل ركزوا معايا مليح في الاختيار لهنا شنو أخذاء أخذاء الآ هي ناقص واحد على ثلاثة والبي هي ناقص ثلاثة باهي أكبر يقول له قوة اثنين أصغر من واحد يقول بالرسمي قوة اثنين هاي أصغر من واحد على خاطر واحد على الأعداد ذي قوة اثنين يجي شنو يجي واحد على تسعة واحد على تسعة أصغر من واحد فهمتك يا باشا يغلط ولكن الآ والبي كيف لهنا دونك لا قوة اثنين أصغر من واحد لا بي قوة اثنين أصغر من واحد كلاهما خطأ ما يجيوش علاش على خاطر الآ كانت تنجم هي اللي ناقص ثلاثة أو البي هي اللي تكون ناقص ثلاثة دونك ما نجموش يكونوا قوة اثنين أصغر من واحد قاعدين تفهموا فيا ولا أي فوالا هذوما ديما الكيوسيام هذوما تخدم بطريقة اسمها باغ إليميناسيون قوة اثنين أصغر من بي قوة اثنين واحدة بركة فهم صحيحة ليه عاد بشوية عاد لكن نعملها واحد بشوية عاد بشوية فما معطى نسيناه أصغر من بي حيث أصغر من بي يعني لهنا اللي ناخذه بالصحيح ردوا بالنا الآ هي اللي ناقص ثلاثة أنا خذيت مثال باش نجم نفهم بيها وهذه البي علاش أضفنا هذا المعطى الشرط هذا المعطى معايا؟ أي لا هيا بشوية عاد هكا تولي حكاية أخرى عاد هكا تولي حكاية أخرى أنا ما المعطى هذا يعني عفوا ما غزرتوش به نبدأ بالمعطى الأخراني هذا طبعا خاطئ علاش؟ لأنه أصغر من بي كنت عداو القوة اثنين وهما سالبين شنو تولي؟ قوة اثنين؟ أكبر ولا تولي قوة اثنين أكبر من بي قوة اثنين هذه إليميني به
ومن بعد ايش قال سيدي من سيدك ناخذ هاو بالمثال هذايا النجم نجاوب به شكون اللي يصغر من واحد هو البي هذه كي الحكاية هذه هي الإجابة صحيحة وهذه غلط يعني كيفاش أجبنا عنه سؤال استعملنا ماذا استعملنا مثال فهمت ولا أي ما تبقى بقات الطريقة العلمية بقات الطريقة العلمية خليني نبارطاجي إكران بلون وطريقة علمية انتبهوا لهنا معايا لهنا يعني مش باش ناخذ مثال أ و ب سالبان مقلوبان حيث أ أصغر أو يساوي من ب ركزوا مليح لا إله إلا الله محمد رسول الله أ أصغر أو يساوي من ب أ ولي أصغر أو يساوي من الب كيفاش نجم نكتبه ما تنساوش أ و ب مقلوبان دونك ب واحد على أ أو واحد على أو تخلي الب لهنا والأ باش تبدلها مقلوبان راهو مقلوبان يعني الأ قداش يساوي الأ هي مقلوب ب يعني كم يساوي أ واحد واحد على ب هكا ولا هذاك شو معناها مقلوبان ولا نخدموا بهذه ولا بهذه هاي باش نضربوا منا ومنا في أ باش نضربوا في أ منا ومنا هذه أ في أ اش تولي؟ تولي أ قوة اثنين أ قوة اثنين وهذه واحد على أ في أ تولي واحد هكا ضربنا في أ على اليمين وعلى اليسار واحد على أ في أ ها هي هكا في أ اش يولي فما اختزال بالأ يقعد الواحد فهمتوها ولا لا؟ إي فوالا به ولهنا أ في أ أ قوة اثنين إيش مازال العلامة تقعد نفسها أصغر ولا تتقلب مع التعليل تقعد نفسها ولا تتقلب العلامة ضربنا في عدد شبيه ضربنا في أ شو علامة الأ علامة الأ تولي موجبة علامة الأ شو موجبة يا ودي اه وبي سالبان يا هذيك اه المعطى سالبان مش من موجب له من جبتها موجب الا وبي سالبان اذا لما ضربوا في اه في عدد سالب تتقلب العلامه اه هو أيوة. اثنين آه. اكبر من واحد وهو النتيجه اللي اعطاها اه نذكركم ها شوي ايش قال اه قال اه قوه اثنين قال اه قوه اثنين اصغر من واحد مش اكبر من واحد ريتوها يعني هذيك غلطه ما تجيش نرجع للبارتاج ديك اذا فسكر الميكرو باه نرجع لهذه من هنا لهنا فهمتوها ولا لا فهمتوا علاش الا عوضناها بواحد على ب ولا لا اي مسيو ولا لما يقول لك مقلوب اكس بصفه عامه يعني واحد على اكس لما يقول مقلوب ايغريك يعني واحد على إيجريج هو إيش قال؟ قال أ و ب مقلوبان شو معناها؟ يعني الأ مقلوب ب ومقلوب ب بماذا أرمز إليه؟ بواحد على ب هذاك علاش أنا عوضت لهنا خذيت هذه عوضت الأ بمن؟ بواحد على ب علاش؟ لأنه أ مقلوب ب سي نحن في الفيديو دعمل هنا ضرب طول في من الجهتين في أ يا أخي هذيك تطلع له واحد والآخر اي اي والا نفس الشيء به ما يعطونا خدمه بطريقه اخرى به لحظه بركه اي كلاهما صحيح طريقتان صحيحتان ننطلق من ا اصغر من ب الان سنضرب في ب على اليمين وعلى الشمال اذا هذه تولي ا ب وهذه ب في ب يساوي ب قوه 2 ضربت في ب اللي هو عدد شنو سالب دونك ما عادش اصغر تصبح أكبر هكا لأني ضربت في عدد سالب ولا أ ب أ في ب بما أنهم مقلوبان إذا جذائيهما يساوي واحد أكبر أو يساوي من ب قوة اثنين أو يمكن أن نقول أن ب قوة اثنين نكتبها هي الأولانية هي أصغر من واحد هذاك علاش النتيجة هذه هي صحيحة ب قوة اثنين أصغر من واحد إذن الإجابة الصحيحة هي ب
كما كنت قبل هيك أعطيت مثال يعني كلاهما صحيح. نمشي للسؤال الثاني. أحمد فهمتها ولا لا؟ فهمتها. السؤال الثاني، قيمة مدخل X أصغر أو يساوي لي ثلاثة، إذن X ينتمي لثلاثة لا نهاية موجبة ناقص ثلاثة ثلاثة أو لا نهاية سالبة ثلاثة. هي الإجابة الصحيحة هي هذه، ولا لأنه فما قاعدة شنو تقول؟ إن كان القيمة مدخل X أصغر أو يساوي لي A، طبعاً الA موجب، طبعاً الA هو عدد موجب لأنه القيمة مدخل X ما نجمش يكون أصغر من عدد سالب. X أكبر من أو يساوي لي A، الآ نشترط أن يكون عدد موجب. إذا إكس ينتمي للمجال المغلق، علاش مغلق؟ لأنه أصغر يساوي هنا من ناقص آ آ هكذا، ولا إذا الإجابة صحيحة. هذا تطبيق مباشر لقاعدة. إذا الإجابة الصحيحة هنا هي ب، إكس ينتمي للمجال ناقص ثلاثة ثلاثة. بار كونتر كي نبدأ ونخدم على بالعكس، يعني إن كان القيمة المدخلة إكس أكبر أو يساوي لي A، هذه أيضا قاعدة، فإن إكس ينتمي للمجال أو لاتحاد المجالين لا نهاية سالبة ناقص A مغلق اتحاد المجال المغلق أيضا من جهة A، A لا نهاية موجبة. لو نأخذ مثال لهنا، القيمة المدخلة لإكس خلينا نزيد نعقدها، واحد أكبر أو يساوي خمسة مثلا، قال أوجد المجال الذي ينتمي إليه X، خلينا نتوسع شوية لهنا. إذن يصبح القيمة المطلقة لX أكبر أو يساوي من خمسة إلا واحد، عندي معه واحد يذهب إلى اليمين يصبح إلا واحد. إذن القيمة المطلقة لX أكبر أو يساوي لي أربعة، إذن X ينتمي للمجال لا نهاية سالبة ناقص أربعة مغلق اتحاد أيضا مغلق المجال أربعة لا نهاية موجبة. علاش؟ من لا نهاية موجبة وسالبة دائما المجال مفتوح، ولكن من جهة ناقص أربعة وأربعة مرتبط بالعلامة هذه بما أنها أكبر أو يساوي، لهذا السبب وضعناه مغلق. أرجو أنها تكون مفهومة. مفهومة ولا؟ إن شاء الله يجاوبوني السنة. مفهومة ولا لا؟ أي مسيا مفهومة. باهي سيدي. معين ABCD مساحته ويت غسل دوسيس وطول قطره AC يساوي كذا، ونعملوا رسم هكا تقريبي نقولوا نحن باش نفهموا به الحكاية. بالطبيعة لهنا لازمني نعرف خاصيات سماها ربي هذا المعين. معين على كعب مقروض. المعين هو خلينا نقولها شفويا، المعين هو متوازي أضلاع يتقاطعان في المنتصف، ولكن إضافة إلى ذلك نعلم جيدا أن قطر المعين متعامدان. ولا إذن مساحة معين يساوي كم؟ شو اسمه؟ بي دي يساوي 8 جذر 2. لا لا، القاعدة، القاعدة بتاع مساحة معين. القاعدة ما تقسم على 2. سمحني؟ طرف وقت أكبر تقسم على 2. والله العظيم ما سمعت شيء. كيفاش؟ عاوي علي صوتك. طرف الوقت الأكبر تقسم على 2. نضرب القطران في بعضهم هكا؟ لا هكا؟ تضرب في الوتر أكبر تقسم على الوتر. ما فماش وتر. مش وتر. أستي وبي دي. المساحة نتاعه 8 جذر 6 وطول قطره السي، أعطاني السي لهنا 2 جذر 3، دونك البي دي قداش؟ دونك لهنا المساحة هي السي في بي دي. شو اسمه؟ نذكر من قطران. قطران بعد تقسم على سي. ايه ها هو القطران، السي وبي دي مش قطران لنا؟ اي اي كم؟ ب على 2 يساوي كم؟ يساوي 8 جذر 6. ب اذا الاسي اعطاهونا هو 2 جذر 3
في بي دي على 2 يساوي 8 جذر 6. إذا يمكن أن نختزل هنا، عندي 2 و 2، إذا قاعد جذر 3 في بي دي يساوي 8 جذر 6، إذا بي دي يساوي 8 جذر 6 على جذر 3، إذا يساوي 8 في جذر 6 يمكن كتابتها جذر 3 في جذر 2 هكذا على جذر 3. الاختزال باش لهنا، الاختزال باش باش النجم نختزل جذر 3 أشق عدلي 8 جذر 2 بيدي يساوي 8 جذر 2. واضح شباب؟ واضح واضح. نمر الخير اللي بعد. هذا بديتوا فيه ولا قصة كونكشن قبليك؟ مش هذا ما بديناش فيه، ما بديتوش به، خلينا نخدم على الأقل لنية. بين أن آ يساوي ما عنديش سباس بهاي مشكلة. واضح كيكة مش صغيرة هاي باهي ياسر. هاي يا سيدي، قال يا سيدي بسيدك، قال أعطاني الآه الخير هذا كله، قال بين أن آه يساوي كذا. باه الكالكول، باهي الخط واضح هكاك ولا مبدل أسود؟ اللون واضح؟ أيوة. باهي عندي هنا جذر 7 مع 1 قوة 2، طبعا سأطبق جذر جذاء معتبر هنا، هذا على شكل آ مع ب قوة 2 يعطيني آ قوة 2، يعني جذر 7 قوة 2 مع 2 آ ب، 2 في جذر 7 في 1 يعطيني جذر 7 مع ب قوة 2، 1 قوة 2 اللي هي 1، ثم هذا نكمله إلا 8 إلا، وجذر 27 هو جذر 9 في جذر 3، يعني 3 جذر 3. إذا الآ يساوي ايش عندي يا سيدي من سيدك؟ عندي جذر 7 قوة 2 تعطيني 7 مع 2 جذر 7 مع 1 إلا 8 تعطيني إلا 7 إلا 3 جذر 3. إذا العبارة آ يساوي 7 إلا 7 طبعا يساوي صفر، دونك هذه 2 جذر 7 إلا 3 جذر 3. شو يعني؟ في حتى أنا ضبطها معاهد يعني، فمش عليش نبدل فيها إلا ولا. وهكذا توصلنا إلى النتيجة المرجوة، إنه آ يساوي 2 جذر 7 مع 3 جذر 3. هذه هاي مخدومة صحيح قدامكم يعني، ما تعودوش. حاولوا لي في البي ثم يعني كملوا البي، بعد مشيوا السؤال الثاني والثالث، أعطيكم تقريبا عدة دقائق فقط. هذه مش نفسخها باش نشوفوا الكتيبة. المهم الآ هاي توصلنا لها. البي نحب نوريوها 2 جذر 7 إلى 3 جذر 3. تبدأوا شباب، عندكم 5 دقائق وأعود إليكم.
السلام عليكم مسيو. لقيتوها البي شباب، سهلة مرشعة، يقول كله مخرج. أي مسيا وينك يا أماني؟ طوى ميمة داخلة. إذا نقوم بعملية النشر. ما كنتش في بالي اللي فما حصل. لا علمناكم عاد، علمناكم على الجروب واحد أكثر طوى. ب اذا سبعه جذر سبعه في جذر سبعه يساوي سبعه. سبعه سبعه ما في جذر سبعه في اثنين، اثنين جذر سبعه. جذر سبعه جذر ثلاثه في جذر ثلاثه تعطيني ثلاثه. هو الا تدخل على معاه طبعا. الا ثلاثه جذر ثلاثه. الا اربعه. الا اربعه ولا يقول لي رجع. إلا ثلاثة إلا أربعة يساوي إلا سبعة. إذا بي يساوي عندي هنا في الأعداد شنو عندي؟ عندي سبعة إلا أربعة يساوي ثلاثة. أدري إلا ثلاثة يساوي ثلاثة. صفر صحيح صحيح. ما ماشي عدد. اثنين جذر سبعة. اثنين جذر سبعة إلا ثلاثة جذر. إلا ثلاثة جذر.
اتلف ب بين ا و ب مقلوبان. كيف نبين ان ا و ب مقلوبان؟ ماذا نفعل؟ معناتها ا في ب يساوي واحد. فوالا، لازم كي نضربهم في بعضهم يساوي واحد. اذا هاني باش نخدمها في اكرام بلون. دونك ا في ب، الا هي 2 جذر 7 مع مع قديش 3 جذر 3، هذه الا في، نقوم بعمليه الضرب في ب اللي هي 2 جذر 7 الا 3 جذر 3. ولكن هذا في عود نقعد ننشر فيها الكل وياخذ مني برشا وقت، يمكن ان نستعمله الجذاء المعتبر هذه على شكل ماذا؟ هذا على شكل اكس مع A قوى 2 إلا B قوى 2 X إلا Y. ولا أنا بدلت X و Y علاش؟ لأني عندي A و B. A قوى 2 إلا B قوى 2، نبعدوا على المشاكل. حتى في جذر 7 قوى 2 إلا 3 جذر 3 قوى 2. ولا دونك هذا 2 جذر 7 B قوى 2 قوة 2 إلا 3 جذر 3 قوى 2 قوة 20 إلا 27 يساوي، عرفت نخدمها واحدة واحدة. عندي 2 قوة 2 4 في جذر 7 قوى 2 7 إلا 3 قوة 2 9 في 3. إذن هذه تعطيني 28 28 إلا 27 إلا 27 تساوي 1 تساوي. إذن إذن A و B مقلوبان. A و B مقلوبان. خلينا نشوف حكاية المقلوبان شنو تعطينا، شنو الخاصيات عددين مقلوبان. أول خاصية اللي كنا نكتبوا فيها توا A في B يساوي 1، الأ يمكن تعويضها بواحد على ب، والب يمكن تعويضها بواحد على أ. علاش ترى؟ كلها جاية من هذه، راه كل هالخير هالمعلومات الخيرات هذه كل جاية من هذه. إذا لهنا عندي في ب، في ب كي تمشي من الجهة الأخرى تولي على ب، شو يقعد من هنا؟ أ يساوي واحد على ب، هذه الأولى. وإلا بالعكس تخلي الب من هنا وتهز الأ من الجهة الأخرى تولي ب يساوي واحد على أ. واضح شبابه؟ واضح. باهي ياسر. باهي لحظه برك خلينا. جوست بعد العطله، قلت بعد العطله، جوست بعد الحصه تلقاو لي كابتور ديكرام موجودين. بين ان هاو فاش توا باش تستحقوها. بين ان هذا كله يساوي ا قوى 2 ثم استنتج مقارنه بينهما. اذا سننطلق من ا في A مع B إلا واحد، نريد أن نبين أن هذا العدد يساوي A قوة 2. إذن سنقوم بعملية نشر A في A يساوي A قوة 2 مع A في B يعني AB إلا واحد. هذا يساوي A قوة 2 مع الآن أثبتنا، أو السؤال فارق أثبتنا A B مقلوبين، يعني A في B يساوي واحد. هذا اللي حطيته في كادر ما جاوبناش عليه، راه فوتناها. اذا ا و ب مقلوبان، ا في ب يساوي واحد الا واحد، طبعا هذه يساوي ا قوة 2. فوالا، يعني المساواة هذه اثبتناها خلاص. ليش نمو؟ خلينا نحطها في كادر بالسحقه. باهي، خليني نرجع للسؤال السابق. انا قال بين A و B مقلوبان واستنتج علامة B. باش نسألكم سؤال، العددان مقلوبان هل عادة تكون لهما نفس العلامة أو واحد موجب واحد سالب؟ واحد موجب. لا، هذوكم العددان المتقابلان موجبان. صحيح، لا مش موجبان، لهما نفس العلامة. يعني بالعربي يا الزوج موجبين يا الزوج سالبين. فهمنا؟ نعاود، العددان المقلوبان يكون لهما نفس العلامة، يكون لهما نفس العلامة. كيما قبيليك خذيت المثال ناقص 3 والمقلوب، المقلوب بتاعه هو ناقص 1 على 3 يعني زوز سلبي. وإذا ناخذ عدد موجب مثلا 4، المقلوب بتاعه 1 على 4 أيضا موجب. دونك ردوا بالنا، ردوا بالنا، ما نخلطوش بين مقلوب ومقابل. إذا أعيد، العددان المقلوبان لهما نفس العلامة، بينما العددان المتقابلان لهما علامتان مختلفتان.
لأنه خمسة المقابل متاعه ناقص خمسة، وناقص سبعة المقابل متاعه هو سبعة. ولا كنجي للسؤال متاع استنتج علامة ب، يعني لو علمت علامة أ لا تمكننا من معرفة علامة ب. هكا على خاطر شخنة طوى برك شخنة عددين مقلوبين لهما نفس العلامة. ولا دونك تمشي تحكي على الأ، الأ شنو باش يخرج؟ أ مجموع عددين شبههم من الأ. هاكم شوفوا فيها نحكيوا على علامات رب الله، ركزوا معي شوية. مجموع عددين موجبين، ولا إذن آ عدد موجب، وبالتالي ب عدد شبيه موجب. باي سالب، صحيت انا مبرح فهمتي من الصباح ورقي شاع قال له سالب. انا منبرح من قبليك، عددين مقلوبين لهما نفس العلامه، بس اثبتنا ان آ موجب ومن بعد يقول لي ب سالب. بارك الله فيك، يعطيك الصح، شجعتني باش نكمل في مهنه التعليم. ايوه امشي يودي شبيك، ركزوا عاد، ركزوا يهديكم عاد، لو حصه اليوم وحصه لحد هذيك هي، ركزوا شويه. طب ماذا بيا المعلومه اللي نقولها تلصق سي، ربما واحد ما نجمش يعوضها الحصه الجايه، باش ربما بيشوف حاجه اخرى. من قبليك نحكيوا عددين مقلوبين عندهم نفس العلامه، اثبتنا اه موجب، دونك باش باش يطلع، باش يطلع موجب. لا موجب سيد. اه يا سيدي نستنجو ان نمشيوا لك الاخر عدد ذاك، مال الا والبي شبههم؟ الا والبي مقلوبين، مقلوبين ولهما علامتان ولهما نفس العلامه ولهما عددين موجبين. هكا اي ممتاز. طيب شو نسحقوها في اللي بعدها؟ شوف لهنا اخر حاجه وصلنا لها لهنا، هي هذه النتيجه هذه. ومن بعد ايش قال؟ قال استنتج مقارنه بين ب قوة اثنين وهذا العدد، هذا العدد اللي هو يساوي شكون؟ اللي تحت وسطر بركة، قداش يساوي هو بطبيعته؟ يساوي آ قوة اثنين. آ قوة اثنين، يعني يتفلسف، هو يتفلسف، وكأنه قال استنتج مقارنة بين ب قوة اثنين وآ قوة اثنين. فوالا. شنو رأيك؟ يا باشا. مش تطلع مدينة عمدة بس العلامة كين عملهم تمارين ذوما. أنا جايك لحظة برك أيوب، تمارين ذوما راهم الأسئلة راهي مرتبطة ياسر ببعضها، يعني سؤال في أول التمرين ما تعرفش عليه، ربما يعني استحقوه في اخر التمرين. باه كيفاش قلت لي ايوب توا؟ بعدين عندهم عليه موجب كنا عندهم قوه اثنين، شيء مش تغير القرن نتاعهم. باه هذه الفكره. شنو رايكم في الا والبي؟ باه نجمش نقارن بيناتهم؟ لا الآ والبي نجم نقارن بيناتهم ولا؟ النجم مثلا، ها مثلا ما نعرفش انا عندك فما طريقين، طريقه اللي باش نحطها على اليمين، شوفوا لهنا 3 جذر 3 اكبر من ناقص 3 جذر 3، هكا بالطبيعه اي عدد موجب اكبر من اي عدد سالب، سنضيف 2 جذر 7 للطرفين، 2 جذر 7 مع 3 جذر 3 طبعا اضفنا نفس الثلاثة. تبقى نفس العلامه كما هي خاطرهم موجبين. لا مش على خاطرهم موجبين، لاننا اضفنا نفس العدد، حتى لو اضفنا عدد سالب لا تتغير علامه المقارنه. ولا يظل انت تحكي على حاجه اخرى امانيا. باه شكون هذه 2 جذر 7 مع 3 جذر 7؟ شكون هذه؟ الا اكبر من، وهذا شكون؟ البي. ونحن قبليك الا والبي ايش قلنا؟ آه وبيش بهم، شنو العلامات نتاعهم؟ موجبان. موجباني. دونك تتعدى القوة اثنين. آه قوة اثنين تقعد أكبر من بي قوة اثنين.
صحيحة؟ ولا ما لوين وصلنا آ قوة 2 أكبر من ب قوة 2، ولكن الآ قوة 2 باش نعوضها، نعوضها بآ، في آ مع ب إلا واحد جانا أكبر من ب قوة 2. أنا عارف فهمتوا الإصلاح ولا لا؟ ها؟ فهمت. باه. باش نعمل كابتور، باش نعمل كابتور، تمشيو باش نفسخ كل شيء. تمشيو للكيسيون بيان ليكزارسيس، ليكزارسيس 3. مسيو، أنت قلت فما طريقتين. طريقتين بالنسبة، شو لحظة برك، باش ما ندخلكمش بعضكم. طريقتين بالنسبة لمقارنة أ و ب راهو نحكي. مش كيفاش الطريقه الاخرى بين ا وبي، كيفاش نقارن بين ا وبي؟ نعمل ا الا بي، هذيك الحكايه. يعني الا هي 2 جذر 7 مع 3 جذر 3 الا بي، ها هي البي ردوا بالنا، فما الا راه دونك الا 2 جذر 7 مع 3 جذر 3 على خاطر فما الا ولا فما اختزال لهنا. 2 جذر 7 2 جذر 7 دونك ا الا بي يساوي 3 جذر 3 مع 3 جذر 3 يعني 6 جذر 3 ينتمي يعني الار موجب. طرحنا العددين وجدنا الناتج موجب، يعني ا اكبر من ب. فهمتوها؟ والله لهنا زاد لقينا ا اكبر من ب، ولكن البقيه بطريقه واحده اللي هي شنو؟ توصلنا الى ان ا اكبر من ب. لهنا حكايه العلامات، لما يسالك على سؤال فيه العلامات رد بالك ركز فيه، راك اكيد باش يستعملوا بعد. قال لك لهنا السؤال الثاني هذا، واستنتج علامه ب. ايش طلعنا؟ ما اجبنا، لما اجبنا ماذا قلنا؟ قلنا اه هو عدد موجب لانه مجموع عددين موجبين وهما ا وب مقلوبان. ا وب مقلوبان، اذا ب سيكون له نفس علامه ا. اذا حقناها وقتاش؟ او حقناها وقتاش؟ قلنا بعد ما لقينا ا اكبر من ب ايش قلنا؟ قلنا آ و ب موجبان، إذا لما نتعدى القوة 2 العلامة تقعد أكبر. لو جاء آ و ب سالبان راهي آ قوة 2 راهي أصغر من ب قوة 2. فهمتوا؟ هل يوجد سؤال أم لا؟ لا. إذا آ قوة 2 أكبر من ب قوة 2، ولكن الآ قوة 2 أهي لقيناها هالخير هذا الكل، آ في آ مع ب إلى واحد، عوضت يعني آ قوة 2 بهذايا أكبر من ب قوة 2، وهكذا توصلنا إلى هذه النتيجة. نفسخ كل شيء. إكزرسايز نمبر 3 كما يقولوا. حاولوا نكملوا راهو. يعني مانيش باش نجي في وسط الحصة نقول مانيش باش نكملوا، لا. هو حاجة شنو؟ هاي تبدأوا فيه تمرين عدد ثلاثة، تبدأوا فيه. على فكرة التمرين هذا من كونكور، سمعتوني شباب؟ أي من كونكور، أنا ذكرته بالدائرة هذه هكا على حسب ما نذكر هكا من كونكور. به خذوا 5 دقائق ونرجع لكم. هاي بيسا.
هاي شباب نبدأ وي به. كما قلت لكم التمرين هذا متاع كونكور، وعادة تمرين كونكور يعني بالطريقة هذه. لحظة برضو هاي هاي نكملوا. هاني بديت لهنا ربح الوقت. اذا نعاود نقول التمارين هذوما راهم ينزلوا بكثره في السنتيز، باش تلقاهم بكثره، اللي هو شنو البارتي الاولانيه تبدا جبر، ومن بعد البارتي الثانيه تبدا همسه، وطبعا لي دو بارتي يبداو ليه بالطبيعه، مش كل واحد وحده يعني. من بعد كي تخدم الهمسه بس استحق لك النتائج اللي لقيتهم في البارتي الاولانيه. والملاحظه الثانيه، لما يقول لك احسب عباره في حاله اكس يساوي كذا، هذاك بعد ما تخدم السؤال هذاك انساه، راه ما عنده حتى علاقه ببقيه التمرين. اذا هنا كيسيون نتاع كالكول عاده حتى في البرام راهو ما يجيش بوين. ابا سنين مع 32 إلو لا أربع سنين. مش أنا مش هكاك خمسة وعشرين في 64 على 25 مع 20 ما مع وتولي إلا عاد ما عادش إلا 32 بتولي إلا 32 أخر. خلينا نربح الوقت إلا 32 إلا 32 منين جاي 30؟ هاي نزلت 20 إلا 32 32 جي 20 على 5 4 4 في كذا 32 الا 32 هذه سامبليفي بار 25 دونك اي ايجال 64 موان 32 صافي 0 64 فوالا 64 الا 64 يساوي 0. حكايه تفرغ السؤال هذا نبدا من ار يساوي 5 اكس مع 2 قوه 2 الا 36. ما نكتبش ار تساوي يعني نكتب اي نعم اي نكتب 5 اكس مع 2 قوه 2 الا 36، ونقوم بعمليه النشر هنا الى ان نتوصل لهذه الصوره. 25 اكس قوه 2 فوالا طبعا 25 اكس قوه 2 مع 2 في 5 اكس في 2 يعني 20 اكس 4 لا اي 2 اكس مع 2 قوه 2 4 الا 36 يساوي 25 اكس تربيع مع 20 اكس الا 32 اللي هي ا. فوالا لهنا عندي الحق باش نكتب عليها هذه العباره ا. فكك ا الى جذاء عوامل. طبعا ماذا اعطاني الفورمه هذه، دونك باش نستعملها. اذا في تفكيك ا سنستعمل هذا الشكل او هذه الصوره اللي هي 5 اكس مع 2 قوه 2 الى 36. قبل هذا نزيد نمهد لعمليه التفكيك. اذا 5 اكس مع 2 رد بالك لا تمشي تنشر، راه قال لك فكك، يعني النشر بتزيد تصعبها على روحك. الا 36 يمكن كتابتها 6 قوه 2 معايا ولا اصبحت على شكل ا قوه 2 الا ب قوه 2. الا هنا ما نغلطوش، الا هنا هي هذه بكلها، هي 5 اكس مع 2 والب هي 6. يعني باش تولي 5 اكس مع 2 مع 6 ايوه ا مع ب 5 اكس مع 2 الا 6 صحيح، ا مع ب في ا الا ب. اذا اعيد اكرر 5 اكس مع 2 هي الا والب 6 مع 6 يساوي. إذا هذه تعطيني 5 إكس مع 8
في 5 اكس الا 4 طبعا. واضح شباب؟ هل يوجد سؤال قبل ما نكمله؟ خمسة إكس مع ثمانية خمسة إكس إلا أربعة. إذا نحل المعادلة آ يساوي صفر. طبعا الصورة الأخيرة. إذا هنا آ يساوي صفر. الآ اللي هي قلنا آخر صورة وجدناها خمسة إكس مع ثمانية في خمسة إكس إلا أربعة يساوي صفر. إذا هذا يعطيني خمسة إكس إلا أربعة يساوي صفر. أو خمسة إكس مع ثمانية يساوي صفر. هذه خمسة إكس يساوي أربعة، ثم إكس يساوي أربعة على خمسة. وهذه خمسة إكس تساوي إلا ثمانية. أيوة. وإكس تساوي إلا ثمانية على خمسة. إلا ثمانية على خمسة. إذا ما ننساش S في R solution dans R أو مجموعة حلول هذه معادلة في R ناقص ثمانية على خمسة و أربعة على خمسة. نقطة. انتهت عملية عملية حل المعادلة. قبل ما نواصل، هل يوجد سؤال أم لا؟ شباب الأخرين ما سمعتكمش. لا لا ليه؟ شاهد معايا. شاهد شو ذا بش استعمله هذيك بعديك. باه اطون شوف باه بركة بالله يكتبوا لي على كراسيتكم. لحظة بركة ما نعرفش كان تبقى لي النتيجة الأخرانية هذه. باه اكتبوها المعادلة هذه 5x مع 8 في 5x إلا 4 يساوي 0 على كراسيتكم استحقوها. ومن بعد اكتبوا لي S في R يساوي ناقص 8 على 5 و 4 على 5. ولا مش لازم اكتبوا لي S في R اوكي هو وين؟ تكتبت ممتاز. نتعدل. لا اله الا الله محمد رسول الله. عايز نجيو لحلاوه الرياضيات. به ايش يحكي هذا بقى؟ فكك حل لنعتبر سي دائره قطرها AB ولم يسمي هنا المركز وام نقطه من الدائره سي كما تلاحظون وهاش مسقطها العمودي ايضا الرسم واضح مع علامه القائم في الهاش. العمودي على AB هاش مسقطها لا لا مش جمله اخرى نهايه الجمله السابقه وهاش مسقطه العمودي على AB ظنيت انها جمله جديده به حيث ام هاش 5 ا مع 2 بنز راسي شويه لفوق الا يساوي 5 اكس مع 2 قوه 2 الا 36 اللي طه اي هو بدا يربط شويه في بالبارتي الاولانيه نتاع الاكزرسيس اوكي ام هاش 5 ا مع 2 سواء انه المجهول كان اسمه اكس رد اسمه ا وديجا من بعد وزميلكم حط الدائرة حول كذا به عدد موجب قال و AB 13 يعني القطر 13 والأهاش 4 وطبعا النجم لهنا نعرفه الهاش بي الهاش بي هو 9 نعمل 13 إلا 4 وإلا النجم نطلع الشعاع بما أنه AB 13 دونك الشعاع 6.5 هذه كل يعني النجم نلقاوها خلال هذا التجارس ولا واحد الاول الف بين ان ام بي قائم استمع اليك ترى كيف عندنا سي عندنا ا بي وقطر في الدائره سي وام هي نقطه من سي مخالفه ل ا و بي اذا قبل هذا قبل تسمع في الدائره سي في الدائره سي اذا مثلث ام بي نعم نعم احسن قائم. كلامك صحيح ولكن هذا الكلام هذا كله يمكن ان يختصر في جمله واحده اللي هو شنو هو؟ المثلث ام بي مرتسم داخل دائره لما نقولوا الثقل مبين اي وانا قاعد مبين اذا المثلث ام بي مرتسم استمعوا جيدا المثلث ام بي
مرتسم داخل دائرة. خلينا نفسرها الكلمة هذه ساعة. لما نقول المثلث AMB مرتسم داخل دائرة، نقصد به أن الدائرة تمر من رؤوس المثلث الثلاث. به إذا البرهنة ما زالت ناقصة، جوست فسرت كلمة مرتسم. إذا أعيد البرهنة، المثلث AMB مرتسم داخل دائرة، أحد أضلاعه وهو AB هو قطر للدائرة. هذا كافي جدا لكي نقول أن المثلث قائم الزاوية القطر AB بالنسبة للدائرة قطر، هو بالنسبة للوتر بالنسبة للمثلث متاعي يولي اسمه وتر. ولا هذه هي البرهنة. فهمتوها ولا لا؟ ولا إذا مش نعمل وقفة صغيرة لهنا. لما يقول لك أثبت أن مثلث قائم الزاوية، يوجد عادة ثلاث طرق، ركزوا مليح، عادة قلت يوجد ثلاث طرق لكي نبين مثلث قائم الزاوية. الطريقة رقم واحد، نستعمل عكس نظرية بيتاغور، ولكن ما عندي الحق نستعمل عكس نظرية بيتاغور إلا ما نعرف الثلاثة أضلاع قديش طولهم. معايا بالطبيعة هكا؟ أي ولا هنا في هذا المثلث لا نعلم إلا طول أبي اللي هو 13، ما عنديش زوز أخرين، دونك نحاها من مخي عكس نظرية بيتاغور. أيوه. الطريقة الثانية لما المثلث يكون سنخدمه كيفاش؟ نخدمه بالتاع ام هاش قوة 2 تساوي هاش في هاش بي. أنا نحكي، مازلت يا أيوب، مازلت نحكي يعني قصيت على التمرين وحليت قوس، نقوله نحن كيف نبين مثلث قائم؟ مازلت في الطريقة الأولى ولم أكمل الطريقتين الزوز أخرين. إذا الطريقة الأولانية أعيد، نستعمل عكس نظرية بيتاغور ولكن بشرط إني نعرف الثلاثة أضلاع. الطريقة الثانية تبدأ عندي مثلث ومعه دائرة كما في هذا الرسم، فماذا نقول؟ أعيدها، مثلث AMB مرتسم داخل دائرة، أحد أضلاعه AB هو قطر للدائرة، بشرط يجب أن يكون قطر للدائرة. هذا كافي جدا لكي يكون هذا المثلث قائم الزاوية. الطريقة الأخيرة هي يعني ما يستعملوهاش برشا. مثلا ناخذ مثلث لهنا، مثلا او بي ار مثلا، ولهنا نقطة اي، بشرطين، يجب ان تكون اي منتصف ضلع من اضلاع هذا المثلث اللي هو او بي في هذه الحالة، ويجب ان تكون اي ايضا متساوية البعد عن اضلاع المثلث الثلاث، اي ار يساوي اي بي يساوي اي او. لما تكون عندي الحاشين هذا من الزوز، منتصف احد اضلاع مثلث متساوي البعد عن رؤوسه الثلاث، اذا هذا المثلث سيكون قائم الزاويه. معايا يا شباب؟ به كنا نجم نستعمل الطريقه هذه لكي نبين ان المثلث AMB قائم، ولكن للاسف لنا ما اعطانيش مركز دائره. لو قال لي مركز الدائره يساوي او، رانا استعملنا الطريقه هذه. بما انه انتبهوا جيدا، باش نسميها او لنفترض نقولوا نحن اللي اسمها او مركز الدائره، وباش نعطيكم بلنا كيف نثبت ان المثلث AMB قائم الزاويه. به نبدا لي او شنات محاولتي هي. طيب لي او منتصف قطر الدائره AB صحيح. ها و AMB مثلث قابل ارتسام على الدائرة داخل الدائرة. لا لا مش هكاك. و M و B نقاط على الدائرة، إذا O A و O B و O M هي شعاعات لنفس الدائرة هكا. وطبعا شعاعات لنفس الدائرة ستكون متقايسة، أي أن O A يساوي O B يساوي O M هكا. ولا هذا كافي جدا. ما ناش قلنا نحن حاجتين النقطتين سميناهم المهمين، اللي هو شنو؟ او منتصف
ضلع من أضلاع هذا المثلث، وأيضا O متساوية البعد عن رؤوس المثلث الثلاث. هذا كافي جدا لكي يكون هذا المثلث قائم الزاوية. واضح؟ واضح. ولكن هنا أقصر حاجة طبعا راه في الرياضيات راه يهمنا جدا قصر البرهنة، لأني أنا الإكزامان ما قاليش في جمعة اخدموا في داركم وجيبوا مخدوم، مربوط أنا بوقت. دونك لهنا أسهل وحدة اللي هي تقال في جملتين أو في سطرين، وهاني باش نعاودها، المثلث A M B مرتسم داخل دائرة أحد أضلاعه وهو A B هو قطر لهذه الدائرة. إذن المثلث A M B قائم الزاوية في M، ومباشرة أضع علامة قائم نستحقها في البرهنة. نوصل أبين أن 5A مع 2 قوة 2 يساوي 36. شنو هو الخمسة A هذا؟ M هاش. هاي قبليك سمعت أيوب يحكي على M هاش قوة 2 حاجة كمكة. هاي أيوب سمعني. أيوب معنا ولا لا ساعة؟ أي مسيو. هاي باباي. مش طلعوا الM هاش هي ارتفاع نتاع مثل أيوه. باش طلعوها اما نعملوا ام في ام بي تساوي هاش في هاش بي، ولا يعني نعملوا انت تستعمل توا في العلاقه القياسيه الثانيه وعندنا المعلومات تاعها هي ام هاش قوة 2 تساوي هاش في هاش بي بي في هاش بي به. وصل لي يا ايوب، ركز معايا على شو مليح والجماعه الاخرين. شوف هذه اسمها العلاقه القياسيه الثالثه في المثلث القائم، هكا ولا لا؟ كنت تذكرت اقول لي ما تكتبهاش ديريكت يا ايوب، كما كانت تذكروا في طالس ولا حتى في بيتاغور، ما نجم ما عندي الحق نقول حسب بيتاغور الا ما نسمي المثلث ونقول قائم فين، هكا ولا لا؟ اي دونك هذه نفس الشيء نفس الشيء، لازمني نسمي المثلث وين قائم، ولازمني تستحق ايضا تسميه الارتفاع. دونك انا باش نمل انتم تكتبوا او نعمل كابتور دو كرون ليكزارسيس تلقاوه على 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 السيت، فهمت؟ انا باش نمل، اللي يحب يكتب مرحبا، اللي ما يحبش دوب المرحبا. انا باش نبدا نمل لو ا ام بي مثلث قائم الزاويه في ام، ا ام بي مثلث قائم الزاويه في ام، و ام هاش بين معقفين، و ام هاش ارتفاعه الصادر من ام، ارتفاعه الهو تعود على على المثلث، وام هاش بين معقفين ارتفاعه الصادر من ام. اذن كما قال ايوب لنا العلاقه القياسيه الثالثه هاي مكتوبه ام هاش قوه 2، نلاحظ أن الارتفاع يقسم الوتر إلى جزئين، مش نضربهم في بعضهم أكل جزئين هذوكم، هذه هي العلاقة القياسية الأخيرة، يساوي A هاش ضرب هاش بي، ولا معايا شباب ولا لا؟ أي مسيو. باهي اغزر لي، هذه العلاقة القياسية الثالثة، شكون يذكرني بالثانية؟ العلاقة القياسية الثانية شنو تقول؟ الزوز المتعامدين على بعضهم نضربهم في بعضهم سهله برشا، ام ا في ام بي يساوي الزوز الاخرين المتعامدين على بعضهم هما الام هاش والابي اي هاش وهاش بي والابي ابي الزوز المتعامدين على بعضهم ام هاش وابي. انا في هذوما الكل في هالخير هذا كل ما عندي كان الابي 13، دونك يعني الباقي مش نوح الفهم، ترسيلي نمشي نطلع انا الاب اه وما نعرف شنو قرب الله. دونك هذاك علاش باش نستعملوا العلاقه القياسيه الثالثه، وهذه ملاحظه بالله قبل ما نوصلوا، العلاقه القياسيه الثانيه هذه اللي كتبتها تستوجب نفس التقديم. شو معنى نفس التقديم؟ يعني تقول عندي مثلث ا ام بي قائم في ام، وعندي ام هاش ارتفاع، اذا وبعد تعطيه العلاقه القياسيه الثانيه. بعدين تفهموا فيا ولا؟ اي
أو باش نعاودها بالنسبة للعلاقة القياسية الثانية والثالثة ما نعاود بالنسبة للعلاقة القياسية الثانية والثالثة ما تنجم تطبقها إلا ما تسمي المثلث تقول قائم فيه وتسمي الارتفاع متاعه. فهمنا؟ يا ولدي جاوبوني جاوبوني. بالنسبة للعلاقة القياسية الأولى اللي هي شنو؟ اللي هي نظرية بيتاغور، مش لازم ارتفاع، ما تسمي كان المثلث القائم. بلا نتعدي هاي ام هاش يساوي، إذا نعود لهنا ام هاش قوة 2 يساوي، والام هاش قديش قال هو هاي؟ 5 آ مع 2 مش نعوضها. 5 آ مع 2 قوة 2 يساوي الآ هاش، أعطانا الآ هاش هو 4 هاي لتوها 4 في الهاش بي، أنا باش نزيدو نتفلسفو شوية، هي 13 ل 4. فهمتوا علاش 13 ل 4 ولا لا؟ أي مسيو فهمت. على خاطر الهاش بي هي شنو؟ هي أ بي إلا أ هاش. الأ بي 13 وما عرف شنو حاسب يساوي 4 ضرب 9 طبعا 36. هل يوجد سؤال قبل أن أواصل؟ لا مش لا هاي سجاني جيتكم هاي راح نبركة باهي نورم كذا كل بيش نفسخوا النتائج كلها موجودة في التمرين، يعني إذا سحقنا حاجة نلقاها ب بهش قال توا قال بين ان واستنتج ان ام هاش يساوي 6. شوف التمرين كذا ب ايش قال هي. نحن توصلنا الى ماذا؟ اخر نتيجه 5 ا مع 2 ماهوش هذا اللي جاء في الكونكور، ماهوش هذا اللي جاء في الكونكور اصعب برشا يساوي 36. دونك عددان متساويان اذا ان طرحناهما من بعضهما يساوي صفر، يعني يعني 5 ا مع 2 قوة 2 اي كي نجيبوا 36 بعدها اش تولي معاه ولا الا؟ الو الو الحمد لله الا 36 يساوي 0. مشو كنت نتكلم هذه حلينا هذه هاي 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 لتوها مش هذه بيدها الآ ها كل المعادلة آ يساوي صفر كي حلينا الآ معادلة يساوي صفر شلقينا هو القى إكس غادي هنا يعني الآ بدل الإكس بالآ قداش لقينا قبليك قلت لكم اكتبوا الحل على كراساتكم راهو قداش لقينا الحلول أي دكتور لقينا آ تساوي إلا 8 على 5 أي و آ تساوي 4 على 5 أربعة على 5 به ولكن نعود ويني أهو المعطى الجميل ريتوها وآ أكبر من صفر إذا يوجد نتيجة واحدة دونك الآ من نجم ناخذها كان 4 على 5 نمشي الإم هاش تو اللي هو إيش قال إم هاش 5 آ مع 2 إذا إم هاش يساوي 5 في الآ هي 4 على 5 مع 2 طبعا يوجد اختزال مع الخمسة 4 مع 2 6 ولا 4 مع 2 يساوي 6 ولا 4 مع 2 يساوي 6 إذا النتيجة هي 6 كما قال واستنتج أن إم هاش يساوي 6 ولا إذا نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم بالتوفيق عنا حصة نهار لحد كالعادة فهمنا وقتاش التوقيت المعتاد نتاعها جيكم الباب توقيتكم انتم ماضي ساعة ونص يظهر لي حاجة كيماك ولا انتم هلا حد تعديوا دوفوارات ها اي مسيا عنا اثنين عنا شو اسمه اثنين عنا رياضيات اي نروحوا بكري اي مش نروحوا بكري
اي نهار اثنين عندكم رياضيات هكا ولا؟ اي ولا هذا حد تكون كما يقولوا مسك الختام يعني. ولا حصلوا، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وربي معكم. باي باي، السلام عليكم. عايشكم مسيو، عايشكم مسيو.